قال له: ما طيبته إلا العافية. هو الطعام ده طيب ليه؟ عشان انت عندك عافية، عافي صحيح، ما انتش مريض، هو ده اللي خلاه جميل. يعني انا اذكر واحنا في سجن طرة، ما كانش لسه اتفتحت الزيارات. طبعا الزيارات دي تبقى حاجة يعني فخفخة، اهلك جايبين لك بقى المحمر والمشمر والفواكه والبتاع كان. فكنا لسه في اوائل البرتقان، لسه البرتقان داخل الاسواق وكان اخضر، يعني اخضر ما كانش لسه اصفر يعني. فكان معايا في الزنزانة الله يرحمه الشيخ عبد الله السماوي، وهذا رجل يعني كان حسن الخلق جدا، قل من رأيته في مثل أخلاقه وحلمه، مع اختلافي معاه آنذاك في مسائل الهجرة والعزلة والمش عارفية والكلام ده، كنا نعد نتناقش في المسألة دي، لكنه كان يحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، يحفظه كالماء، مع الأخلاق الجميلة والطيبة والهدوء، ولا يتكلم إلا العربية الفصحى فقط. وحكى لي مرة أنه سجن في سنة من السنوات فبيتكلم العربية الفصحى، فقالوا: أنت بتتفزلك علينا، اتكلم عامية زي ما بتتكلم. قال: لا أستطيع. حاولوا يجبروني اتكلم بالعامية، لا أستطيع. قاموا عاملين فيه إيه بقى؟ قاموا جايبين كده لزقينه في الحيطة ومكتفين إيديه ورجلي كده وكبين عليه صفحتين عسل أسود وسابوا الدبان يأكل. كل ده عشان يتكلم بالإيه؟ بالعامية، وهو يأبى، لا يتكلم إلا بالعربية رحمة الله عليه. فالمهم أول ما جاء البرتقان، إحنا متعودين نقشر برتقان، فبقول لي: أخي أبا إسحاق، ألا ترى أن رمي القشر تبذير؟ قلت له: سلامتك يا شيخ عبد الله، إيه اللي حصل لك؟ طول عمري يا شيخ عبد الله نقشر برتقان. قال لي: لا، لازم تعرف الوضع اللي احنا فيه، القشر ده بيملى جزء من المعدة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين: هو شهي وجرب. قلت له: يا شيخ عبد الله، لا جرب انت بصراحة، جرب قدامي. مسك البرتقالة قطمها كلها كلها وهو بيعمل كده، فقال لي: كل، ذق، انا لست بخادع لك، هي طيبة المذاق. فأنا قلت أجرب، أطمت زيه، فعلا لقيتها مسكرة، مع أن القشر كان أخضر لقيتها مسكرة وجميلة. خلاص ما عادش حد فينا بيرمي قشر، كله بيأكل البرتقال أطم 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 كده على طول. فبعد ما خرجت فقعد مع أخواتي، بعض أخواتي يعني، فبقول لهم: يا جماعة احنا كنا بنرتكب حماقة، إن احنا كنا بنقشر البرتقال، في حد يقشر برتقان؟ فبرضه ايه، زي ما انا قلت للشيخ عبد الله: سلامتك يا ابني، وانت ايه اللي حصل لك؟ ها؟ قلت له: صدقوني كنا بناكله بقشره. طب هات البرتقانه دي، وكانت برتقانه صفرة وجميله، وكنا الدنيا استوت. قطمت اول قطمه ما قطيتهاش، تفتها على طول. اشوف يعني، ما شوف العافيه كل حاجه، طول ما انت عافي كل حاجة تمشي، فيش حاجة تقف أبدا. إنما اللي بيأكل أكل مخصوص، يأكل مسلوق، يأكل من غير ملح، يأكل مش عارف يأكل إيه، ده صاحب العلة. فطول ما الإنسان عنده عافية يوم يستمتع بكل أطايب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.